كل التحيات لكل الأصدقاء المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشاكل وحلول. مواضيعنا اليوم راح تكون شاملة، ومثل العادة بحب أقول لكل الناس اللي عم بيتابعونا بيقدروا يتابعوا يشاركوا يكونوا معنا لحتى نقدر نكون صوت عند المعنيين، ونقدر نوفر كثير من الأسئلة بإطار جوابات واضحة. وبتمنى مع كل الأصدقاء اللي عم بيتابعونا رح نقدر نوصل اللي بدنا إياه بهذه الحلقة. بداية رح نبدأ باتصال حول موضوع أثير وعم ينحكى فيه حاليا، هو اعتماد المحارق في لبنان. حكى عنه كتير، ولكن طرق موضوع الوقود البديل بأفران معامل الترابي والإسمنت بسبلين وشكة. نحكى كتير ببرنامجنا عن هذا الموضوع بتواصل مع معالي وزير البيئة الجديد فادي جرايساتي، بيقول انه بعد ما في شيء جدي، واللي رح يوضحه هلأ مستشار معالي وزير البيئة المهندس شاكر نون، يصب في خانة التوضيح اللي أرادوا معالي وزير البيئة. ألو، يعطيك العافية أستاذ نقوله. بدي حييك أستاذ شاكر، وسؤال بديهي، يعني الاستثمار بموضوع عزمة النفايات عم ينحكى هلأ عن الRDF الوقود البديل واعتمادهم بمعامل الترابي، بيقولوا في جدية بهذا الموضوع، في دفاتر الشروط ستوضع في الوزير اختصر وقال ما في شيء، والمستشار شاكر هو يلي رح يوضح لك. يا ريت بتقلي أستاذ شاكر ما هو الجديد باختصار عن هذه القضية. أستاذ الأولى، نحن من بداية تعاطي وزارة البيئة بهذا الموضوع، تعرف الدول بكل وسائل التواصل وبالإعلام هو الهرم الشهير لإدارة النفايات. نعم. ونحن هلأ يلي حضرتك عم تتطرق له هو رأس الهرم، يلي ما بيشكل إلا 5 أو 10% من إدارة النفايات الكاملة. نعم. ويلي هو بعد ولا وصلنا له ولا في طرح جدي بهذا الموضوع، والخريطة الطريق لأي طرح بينطرح هو من خلال دراسة أثر بيئة تتقدم بوزارة البيئة، بتتسجل، بتشكلها لجنة وتندرس. لليوم في أكد لك أنه ما في شيء منه هذا الموضوع نهائيا، رغم أنه نحن حتى دخلنا لما انطرح الموضوع ببعض البلديات أو بلدية بيروت، وبعثنا كتب وسألنا انه يعني هو المفروض انه هن يبلغونا، بس نحن رحنا تطرقنا لهذا الموضوع وسالناهم شو في بهالموضوع. بعد ما في شيء، كله حكي اعلامي وكله يعني ممكن افكار، ممكن يلي بدك، بس ما في شيء منه. نحن همنا اليوم بكعب الهرم يلي هو اوسع شريحه من اداره النفايات، ويلي هي بتشكل تقريبا 50-70% من اداره النفايات. ولهيك يعني مثل ما عرفت انه بكره عندنا ورشه عمل الوزارة تكملة للي صار من سنتين مع وزارة البيئة. كثير مهم، يعني اسمح لي أقطعك هون، اسمح لي أعطيك أقول أنه هون يعني الإدارة والمسؤولية استمرارية، يعني والوزارة اللي بلشوا الوزير طارق الخطيب هلأ نحن عم نتابعه. أكيد أكيد، نحن سياسة وزارة البيئة ما تغيرت، وهي كسر الحصرية، كسر المونوبول، و يعني الذهاب باللامركزية الإدارية لأبعد حد. هلا المركزية الإدارية عندها كثير عوائد، البلديات ما بدنا نحملها كل المسؤوليات، في مشاكل قانونية، كانت مشاكل محاسبتية، مشاكل مع الوزارات الثانية، عم نفكفكها وحدة ورا وحدة، وبفكر البلديات اليوم عم تلمس انه في حلول. أنا بدي أشكرك أستاذ شاكر نون، مستشار معالي وزير البيئة، وإن شاء الله بوقت قريب بكون لنا لقاء ميداني معكم مواكبين كل نشاطاتكم. أهلا وسهلا فيك. الله يقويك أستاذ نون. شكرا سيدي. شكرا، اهلا وسهلا فيك. طبعا اصدقائي، نحن هذا الموضوع هو نحن اخذنا على حالنا نكون دائما مواكبين ومتابعينه مثل كل القضايا، ويلي هلا موضوع حلقتنا اليوم. كنا نحن كثير حكينا عن الملف التربوي بعده مجالات، ولكن مفترض نتوقف امام مكان نقدر نقول 1+1=2 او اكثر في علم الحساب. ضيوفنا لليوم ريشار مرعب، رئيس اتحاد لجان الاهل بالمدارس الكاثوليكيه بكسر وين الفتوح، وجويل اهلا وسهلا فيك. هذه اول مره نحن وانت بنلتقي على الهواء، تعودنا نكون بمداخلات هاتفيه، اهلا وسهلا فيك. وكمان ضيفنا الاستاذ ريموف غالي، رئيس اتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصه، كمان اول مره بنلتقي فيك، اهلا وسهلا فيك. أهلا. يعني بدكم تسمحوا لي بدايه نبدا بموضوع كثير مهم، هو عنوان
كلنا سوا شفنا المطالبة باستقالة عماد الأشقر رئيس مصلحة التعليم الخاص بوزارة التربية. طبعا قرأنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانات بتقول أنه كل يلي عم بيصير لا يمت بصلة لنا. السؤال بديهي، مين يلي طالب باستقالة عماد الأشقر؟ شو هي مسؤوليته انطلاقا من أهمية وضع النقاط على كل صفحات ملفنا التربوي؟ بدي أبدأ من عندك أستاذ رشار إذا ممكن، مين اللي طالب باستقالة عماد الأشقر محافظ الألقاب؟ طبعا محافظ الألقاب أكيد هن جماعة أولياء الأمور في المدارس الخاصة، بس نحن يعني مع احترامنا للجميع احنا ما بنشوف المشكله هي عند استاذ عماد. المشكله هي بالقانون بحد ذاته. القانون ما له ضوابط، القانون بده ضوابط كثير تقدر تنفذه بشكل يخدم الاهل ونضل يترك الحقوق تبع المدرسه، وبشكل ثاني كمان يعطي حقوق الاساتذه يلي هن القانون اعطاهم اياهم. يعني نحن ولا نهار كنا ضد الاساتذه بهالموضوع، ونحن عندنا بعض اقتراحات هلا بنخبرها. هلا بنحكي عنها. استاذ عماد، مين طالب باستقاله عماد الأشقر رئيس مصلحه التعليم الخاص بوزاره التربيه؟ اللي طالب فيه مثل ما قال استاذ رشار هن اولياء الامور، واللي انا بالنسبه لي بالقانون ما بيمثلوا الاهل، لانه الاهل تمثل بلجان الاهل ما بتتمثل باولياء الامور. حتى تقدر انت يكون عندك صفه تمثيليه وتحكي عن اهل مدرسه بدك تكون منتخب بلجنه يعني الاهل. يعني كلمتكم وحده احنا بهذا الموضوع اكيد. وانا بدي زيد على شغله انه استاذ عماد الأشقر رئيس مصلحة التعليم الخاص، بس نحن عندنا مدير العام أعلى منه، عندنا الوزير أعلى منه، والحكومة أعلى منه، ومجلس النواب أعلى منه. قبل ما نجي نحط كل شمحرقة ونقول إنه هو عم بيعمل غلط أو مش عم يعمل غلط، أنا بعتقد إنه هيدا كتير صار فيه شخصانية بالموضوع، وإلى أسباب وخلفيات ما إلى دخل بهذا القانون ولا إلى دخل بهذا عم بصير. طب طلعت الموضوع حقه وسؤالي حقه، يعني يلي صار يعني والكل بيعرف نحن قدرنا وصلينا وضوينا شموع وترحمنا على أستاذ جورج الله يرحمه. الله يرحمه، ولكن يعني بإطار علاقتك المباشرة بهذا الملف ممكن نقول أنه هذه القضية انتهت؟ ما عدنا عرفنا كيف ستكون المتابعة؟ رح يكون في جورج زرق تاني من خلال مواكبة؟ نحن مش هيك، تما يكون في جورج زرق تاني. نعم. يلي عن جد الله يرحمه من عز عائلته. نحن حطينا بعض الضوابط للأمور. نعم. عملنا دراسات وعملنا رشاشات كتير بهذا الموضوع، ونحن المشكلة بدك تعرف كيف بيتألف القصد. نعم. تكوين القصد، بس تعرف كيف بيتكون القصد بصير تعرف كيف رح توصل لحل فيه. 515 لا يعني. هو لأنه 515 بس بده شوية ضوابط. نعم. هو كان متكل على الروحانية يلي بتكون عند مدراء المدارس. نعم. بغض النظر عن الطائفة. أوكي. فهيدي الروحانية بطلت كتير موجودة، صار في حسابات غير، في مطارح كتير موجودة، وفي مطارح عم نفقدها، في مطارح عندنا مشاكل فيها، بتلاقي لجنة الأهل عندها مشكلة مع المدرسة، نحن تنزيل هالخلافات هيدي، نحن ما بوارد يكون لجنة الأهل ولا غيبنا نحن نكون علقانين مع المدرسة، بس في مطارح عم تضطر إذا إدارة المدرسة ما بدها ترد على لجنة الأهل، بدك تلجأ للقضاء. نعم. إن شاء الله ما بنلجأ، يعني أستاذ ريمو، يعني قديش مهم نقول يعني نسبة التوافق بين الأهل والمدارس، يعني واقع الاتحادات اللي هي عم بتكون صوت الأهل عند إدارات المدارس، قديش نسبة التوافق فعلا؟ ليك أنا من الناس اللي بيقولوا إنه في موديلات علاقات بين المدارس ولجان الأهل قد ما في مدارس ولجان أهل. في 1700 مدرسة خاصة بلبنان، في 1700 لجنة أهل مع المجانية، عم نحكي مع المجانية. نعم. اللي عندهم لجان أهل. نعم. أنا برأيي في 3400 موديل علاقة. ما في لجنة أهل علاقتها مثل التاني بما يخص المدرسة. نعم. بتلاقي في ناس عندهم علاقات كتير كويسة، في ناس عندهم علاقات متوسطة، وفي علاقات عندهم متشنجة. طب اللي صار يعني مع جورج زي، أنتوا ما شعرتوا أنه مسكن لحتى تقولوا نحن بدنا ننزل لحتى نرفع الصوت، ولا أنتوا كان عندكم موقف احتجاجي على الطريقة يلي صارت؟ نحن طبعاً أخذنا طبعاً، ما قلت بالبداية أنه بيانات صدرت، ولكن ميدانياً أنتوا ما نزلتوا، اعتبرتوا أنه أستاذ عماد الأشقر منه مسؤول، لأنه نحن مش الهدف أستاذ عماد. نعم. هاي الفكرة يعني نحن ما كنا، نحن المشكلة هي بالقانون بحد ذاته، مشان هيك قلت لك نحن حضرنا هالضوابط للقانون هيدي عن جديد حضرتوها؟ ايه هيدي. نعم. حضرنا، كنا عم نشتغل عليها وهلا كفينا. إيه بعد بدنا شوية شغل، نحن عم تبع مع مسؤولين كمان، وعم تبع مع نقابة المعلمين مع أستاذ رودولف، لأن احنا بنهي منا ضد الأساتذة ولنا ضد المدارس، بالعكس. نعم. المدارس أدت الدور وتشكر عليها. طب إذا أنتم مش ضد الإدارات ومع الأهل طبعا بتكون، ايه أكيد بتكونوا. أكيد نحن مع الأهل. ليش مهم نقول يعني إذا بدك تسمح لي أستاذ ريمو، يعني الانسجام في ظل أوضاع اقتصادية صعبة كتير، غلاء أقساط، ناس مش قادرين، يعني بآخر إحصاء أنه في نسبة كتير كبيرة من الأهالي ما قدروا يدفعوا أقساط المدارس. أول شيء اسمح لي، أول شيء عزي عائلته لجورج زريق. نعم. والسبب اللي ما خلينا أنه نفوت بأكثر تفاصيل لأنه نحن ما عندنا الخلفية الكاملة
لهذا الملف. نعم. اكيد نحن زعلنا واكيد اخذنا ماي واي اف وطلعنا بيانات وبنرفض انه هذا الشيء يصير، انه يتحمل الاستاذ عماد المسؤوليه. اي اكيد. حتى نعم. حتى علاقه جورج نعم. زرق بمدرسته ما كانت، نحن ما عندنا كل التفاصيل. هلا ما عدتوا عرفتوا شو صار؟ لا، لانه اللي بنعرفه انه المدرسه كانت عم بتحاول انه تخلي البنت تقدر تعلمها. على كل حال هيدا موضوع مزبوط. مش لازم واحد يفوت ناطرين تحقيقاته على كل حال. حرام انه نحن نحرق هذا الملف تياخذ حقه لازم يتحقق فيه. نعم. تاني شغله بالنسبه للتناسم او الانسجام بين نعم. لجنه الاهل والمدرسه، ضروري بالقانون 515 بيقولوا انه لازم كل لجنه اهل يكون فيها اثنين اختصاصيين بالمال، بالوضع المالي. اذا وجدوا لا لازم لجنه، ايه لازم لجنه الاهل هي عم تتالف ينحط ينجيب اثنين بيفهموا بالوضع المالي. ما في قانون فيك تستعين بحي الله خبير. لا لا، بس بالقانون 515 مذكور انه مش ضروري لازم يكون في اثنين بالوضع المالي. خبير مالي قصده يعني؟ اذا هيك بيحكي. ايه 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 في يحو. هلا بقرا لك النص. لا لا، يفضل يكون فيها، يفضل يكون في محاضر بس الشخصين. مش اجباري فيك تستعين. ليه عم بينطلبوا؟ ليه عم بينطلبوا؟ لانه لما شخص بيكون بيفهم بالوضع المالي بيقدر يطلع على الارقام ويفهمها. شو بيقدر ياثر اذا كان بيفهم ومش قادر ياثر على الاداره؟ لا هيدا غير موضوع. ما هو اذا بيفهم بيقدر ياثر على الاداره. نعم. اذا ما بيفهم ما بيقدر ياثر على الاداره. بيقدر يقول له وابطل الاسعار. ايه، لانه اليوم لما المدرسه بتجي بتحط لك ارقام قدامك، اذا انت ما بتفهم الارقام كيف مركبه ومنين جايه وكيف فيك تدققها. غير 515 عم نحكي؟ ايه. بال 515 بال 515 اللجنه الماليه بلجنه الاهل هي لها حق الاطلاع ومناقشه ودراسه الميزانيه مع المدرسه. هي بتنقل للجنه الاهل عامه المعلومات وبصوتوا على اقتراح لجنه الاهل. طيب اللي عم نحكي نحن يتعلق بمدرسه واحده ولا بمدارس متعدده؟ بكل المدارس. بكل المدارس يعني يلي يسري على هذه المدرسه كل المدارس الخاصه طبق على الكل يحترم اليوم؟ بنواحي كثير ايه، بنواحي صغيره. وين الاماكن اللي فيها ثغرات ما فيها احترام؟ يعني الاطلاع قطع على الحساب، ما في عم تطلع على الحساب، لك حق تاخذ موازنه تدرسها بريت المدرسه. في كثير مدارس عندك مشاكل ما بيعطوك مدرسه تدرسها بقلب المدرسه. ما سالته شو السبب؟ ما هن اكيد بيقولوا لك انه كرمال السريه وكرمال الخصوصيه. نعم. بس انه اكيد بيكون في شيء مشاكل، وقت واحد بده يخبي شيء ما بده يفرجيك عليه، اكيد في شيء مش مزبوط عم بخبيه. طب اليوم القانون 515 قلت لي انه انت في عندك بعض التعديلات، عليه في عندنا ضوابط ممكن تضعنا بصورتها. وبرجع بذكر الناس اللي عم بيتابعونا بحبوا انه يطرحوا اي سؤال استفسار مع ضيوفنا، مرحب فيكم تفضل. هو اهم نقطه بدك تعرف القسط كيف بيتالف. القسط بيتالف من قسمين. أول قسم هو معاشات الموظفين والإداريين والأساتذة بشكله ما لا يقل عن 65%. لثلاث أرباع المدارس بتعتبره 65%. نعم. هلأ في مدارس اعتبرته أكثر، في مدارس اعتبرته 70. عم تعمل موازنات بشكله، بس هو حسب أنه لا يقل عن 65. بيبقى لنا كل شيء باقي مصاريف تشغيلية. نعم. بتروح على البنجيم يلي هي لتشكل 35% الباقية. بنجيم شو بتتضمن؟ كل المصاريف التشغيلية تبع المدرسة. يعني إذا عندك مزود، كهرباء، ماء، اتصالات، وراء، كل شيء، ارتصية، تعويض على أصحاب الإجازة كمان. هذا هذا ممكن نتخطاها ولا 35؟ لا، نحن عم ناخذ المينيموم بال 65. عم نضل على 65، ما عم نطلع أكثر تنربح الماكسيموم بال 35. أوكي. هون نحن عم نحكي إنه ال 65 هذا اللي بيتألف يلي هو مع هالمعاشات. انت شو بتوظف بالمدرسه؟ شو بتعلى قيمه المعاشات عندك ال 65؟ بتصير ربح لك؟ في هلا ال 35 يلي هي انت فيك تحط فيها هالارقام والمصاريف هيدي. نعم. اللي هون عندنا نحن علامه تحفظ كثير كبيره، واجمالا كل لجان الاهل المشاكل على ال 35. على ال 35 كل لجان الاهل المشاكل مع المدارس هي على البنجيم على ال 35. قد ايه بدك تكون يعني؟ لا نحن اقترحنا المدارس. نعم. الكبيره نعملها 75 25 يلي هي فوق ال 2000 تلميذ. اوكي. يلي بين ال 1000 وال 2000 نعملها 70 30. أوكي. وتحت ال 2000 عملها 1000، لانه بتصير المصاريف مصاريفك زيتها. يعني انت عم بتضوي تقريبا زيتون اذا عدد تلميذك اقل، الصف عم بدك تضوي، مازوت بدك تدفي، ارتصيه بدك تدفع، يعني في مصاريف تبقى زيتها مشان هيك. بس النقطه الاهم هي ال 65. نعم. 65 اللي عندنا عم بصير عندنا نحن بمدارس. بتطلع مدرسه عندنا قسط مثلا سنوي بيوصل ل 8 مليون وشوي، مدرسه ثانيه بكفاءه عاليه وكفاءه كويسه نفس الشيء بتلاقي انه القسط بال 4 مليون وشوي. نعم. طيب هذا الفرق منين اجى؟ اجى من عدد الموظفين اللي هن هالاساتذه والموظفين. نعم. عندك جواب استاذ هل عم بيقولوا؟ لك انا ما بسمح لحالي فوت بنقاشات ارقام بهالطريقه. لا مش نقاشات، بس انه لا الفكره موضوعيه. القانون واضح شو بيقول. نعم. بيقول لا يجب ان لا تتعدى
نعم. بند جيم 35% على أن لا ينقص البند المعاشات عن 65%. هلا هون كل مدرسة عندها شخصيتها وكل مدرسة عندها طريقتها وكل مدرسة. أنا ما بقدر أقارن مدرسة عندها 270 ألف متر مربع فيها 17 بناية فيها 2000 تلميذ مثل مدرسة مساحتها 3000 متر مربع فيها بنايتين ونص وفيها 1500 تلميذ. هودي أرقام, هودي أرقام خطرة أنه تنحكى بهالطريقة. بس اللي متفقين عليه الإنون واضح بيقول نعم ماكسيموم 35 مينيموم 65. تسمحوا لي ناخذ اول اتصال معنا تنشوف من مين. الو الو مرحبا تفضل. معك المحامي شريف سليمان. المحامي شريف سليمان محامي اتحاد لجان الاهل واولياء الامر بالمدارس الخاصه بالامن. شريف سليمان تفضل. كنت افتتحت حضرتكم الحلقه بسؤال من طالب باستقاله عماد المشعر. نعم. وكما ولو انه ضيوفك الكرام حيين هون كما ولو انهم يعني مستغربين او مستهجنين والحديث عن مش عم يسمع واضح جورج الاستاذ شريف سليمان. شريف سليمان عم اقول كان في استغراب من قبل ضيوفك بهذا الموضوع. نحن بالاتحاد وقعنا على مجموعه من المخالفات الكبيره في مصلحه التعليم الخاص وكنا سعينا مرارا وتكرارا. ترجع تذكرني بأي اتحاد استاذ انت؟ شو اتحاد لجان الاهل واولياء الامر بالمدارس الخاصه. نعم تفضل. نحن كنا عنديس معالي الوزير من 10 ايام تقريبا معالي الوزير اكرم شهيب. نحن لما اللي رفعنا شعار استقاله عماد الاشقر طبعا لانه كانت مسدوده بوجهنا طرق المراجعه. بس منه فشيت خلق رئيس مصلحة مسدود بوجهك مطرح شعار باستقالته مسدود بوجهك اليوم بلغة القانون. يعني ممكن انه نلاقي عدة امور نقدر نلاقي من خلالها حلول. طبيعي نحن بلغنا الوزير بكل الملاحظات اللي عنا وسلمناه المستندات اللي عنا ونحن بانتظار الاجراءات اللي بياخدها معاليه ولنا طرق للمراجعة أمام التفتيش الإداري في التفتيش المركزي. نعم. وأمام الجهات القضائية المختصة. نعم. في مخالفات مش إنه حبر عوانا. طب ليه استبقتوا الحكمة؟ ليه استبقتوا النتيجة؟ نتيجة التفتيش و وعم بتقول المطالبة باستقالته. لشو نحن أقلناه يعني؟ نعم. نحن أقلناه هذا موظف عام. نعم. نحن عم نطالب باستقالته لأنه نحن عم نقول أنه مصلحة التعليم الخاص عم بتكون خصم في كانت عم بتكون خصم في وجه أولياء الأمر في لبنان. نعم. على امتداد سنتين. ليش عم نقول الكلام؟ عنا وثائق ومستندات ومعاملة وتناقضات ومسائل غريبة جدا. تعطيني عينة عن هذه التناقضات والأمور اللي عندك؟ سلمناهم باليد لمعالي الوزير. نعم. لذكرى مش هي حضور حضرة. نعم. المدير العام الاستاذ هادي يرى بمكتب. نعم. الوزير باليد افادات صادرة نهار احد افادات صادرة بدون ختم. يعني نحن وانت يعني لازم نحترم يعني الوقت المخصص للاطلاع على هذه المخالفات وكل الامور يلي سميتها ونستبق الامور وننطر نشوف شو راح تكون النتيجة. كانت الحكومة بحالة شلل ما كان عم بيكون في عمل ما كان في حكومة مشكلة والمجالس التحكيمية لليوم مش مشكلة. امبارح اتحادنا عمل بيان. نعم. بهذا الموضوع. استاذ ريمو عنده شيء بده يقول لك يا ماتر اذا بتسمح لي. استاذ ليمان ما زالك كنت عارف انه الحكومة مش مشكلة وما حدا. نعم. بيقدر يشيله لأستاذ عماد بالإنون عم نحكي. نعم. لأنه ما في حكومة وما في وزير يقدر يتصرف. نعم. مش برأيك كانت أكثر إثارة للغرائز ولا تحميل شخص معين وزر كل شيء عم بصير بالبلد إنكم أنتوا تقوموا تقولوا هالحديث؟ أنا مش عم دافع عن عماد بالذات أو عم دافع عن غيره. إثارة للضرر من إنه يتقدم أشخاص باسم اتحادات لجان أهل للدفاع عن أشخاص في عليهم بالمستندات ارتكابات. نعم. والأهالي عم بيعانوا أمام موظفين هذه الإدارة كانوا بس لحتى يعرفوا مصير دعواهم أو شكواهم على موازنة بوجه مدرستهم. مش عم ندافع عن حدا، ما تواخذني، مش عم ندافع عن حدا، نحن عم ندافع على المبدأ. إذا في ارتكابات الطريقة السليمة اللي هلأ انتو عملتوها هو انه تروحوا لعند المرجع المختص وتبلغوه. تاني شيء نحن ما بنعرف هالارتكابات اللي انت عم تعرف
عم تحكي عنها ولا نحن على اطلاع عليها. نحن كاتحاد عم نتابع هموم الاهل ونحن تجربتنا كثير كويسه معه يا زلمه يا استاذ طيب. نحن تجربتنا كثير منيحه مع استاذ عماد يعني شيء نحن عنا علاقه كثير بتشرف ونتشرف فيها. نحن ما عندنا مشكله بالموضوع، عندنا تجربه كثير جيده معه. نحن ما قصدناه بشيء الاستاذ عماد الا ما كان عم يخدمنا بهالموضوع. ما عندنا ولا مشكله شخصيه مع الاستاذ عماد الاشقر. نعم نحن عندنا مشكله اداريه في دور معين لهذه المصلحه، مصلحه التعليم الخاص. نعم في وزاره التربيه لتطبيق الماده 13 والرقابه على الموازنات، وقت اللي بيطلع براءات صكوك براءه للموازنات أن الموازنة صحيحة لأنها مطابقة للميزان، هذا غير صحيح. عندكم شكاوى من لجان الأهل بهذا الموضوع؟ عندنا شو؟ عندكم شكاوى من أهالي بهذا الموضوع؟ أكيد. نعم. أنا واحد من الأهالي، أنا مش بس محامي. نعم. أنا واحد من الأهالي اللي قدمت دعوة قامت انسحبت من معالي وزير التربية الأستاذ مروان حمادي، وبعدني عم أقدم لوائح جوابية أمام المجلس التحكيمي الوحيد اللي كان عامل اللي هو بجبل لبنان. أنا وعم أقدم لوائح جوابية تم التراجع عن الدعوة تبع معالي الوزير. نحن عانينا الأمرين بالمسار السابق في الوزارة، ما جايين من العدم ولا عنا معركة شخصية مع حدا. ليه ما طلبت باستقالة الوزير؟ عملنا مساءلة لمعالي الوزير وكان أحد النواب جاهز لحتى يقدمها، وإذ تشكلت الحكومة فتحت صفحة جديدة مع معالي الوزير أكرم شهيب لإعطائه وإتاحة الوقت الكافي يدرس ملفاته ويشوف شو عم بيصير عنده بالوزارة، ونحن بانتظار الإجراءات اللي حيأخذها. ومن بعد ذلك إذا اتخذ إجراءات كان به، وإذا اتخذ إجراءات لنا التفتيش المركزي وباقي المسارات القضائية إن شاء الله خير. شو بدك تقول أستاذ رشار بالختام للمحامي شريف؟ أنا سليمان. نحن بالعكس نحن عندنا علاقة مع أستاذ عماد. نحن ما عم نحكي عليها شخصية، عليها إدارية. نعم. كلنا عم نحكي إدارة. إدارة. نعم نحكي إدارة. ما عندك أي مشكلة. بالعكس نحن طلبنا مساعدته بكذا مطرح. أستاذ شريف بس لحظة إذا ممكن. نعم. إذا ممكن بس لحتى يحكي. نعم. ضيفنا تفضل دقيقة. نحن طلبنا مساعدته الأستاذ عماد بمطارح كتير، وطلبنا استشارته وطلبنا منه أمور كتير، وما كان إلا متجاوب معنا. أنا ما فيي أطلع أقول إنه عنده شيء مثل ما عمل هالاثنين، قدم هو لمعالي الوزير يترك الأمور تنشرها قضائية. أستاذ شريف شو بدك تقول بالختام إذا أمكن لهذه المداخلة؟ نحن نطلب عبر شاشتكم يا ريت يوصل الصوت تشكيل المجالس التحكيمية. لا يمكن حل هذه المسألة. مسؤولية مين؟ مجلس الوزراء مجتمع عن امبارح وجد الوقت لإعطاء الست درجات اللي نحن معه. نعم. أعطاء الست درجات للأساتذة المتمرنين بما أنه وجد الوقت للبحث جزء من الملف التربوي. نعم. كان يقتضي أن يجد الوقت لتشكيل مجلس التحكيمية التربوية. إن شاء الله. أنا بدي أشكرك ماتر. جزيل الشكر لك. مرحب فيك وأهلا وسهلا فيك. شكرا لاتصالك. طبعا يعني قديش عم نشوف يعني هذا الموضوع بيحتاج لمواكبة لمتابعة. اليوم مع حكومة إلى العمل مفترض نكون نحن هلأ عم نسعى لحتى صح. كل هذه الامور تنتهي على خير طبعا. صح. مشان هيك عم نحضر مشروع ضوابط لهالقانون هيدا حتى نمشي فيه ونحل هالمشاكل كلها، لانه هاي المشاكل. نعم. هي كلها من وراء القانون. هيدي المشكله كلها القانون 46. لا القانون 515. ايه. هلا البعض بيقول انه بيحمل المسؤوليه للقانون 46، يعني بكل صراحه القانون 46 ما بين عمل مشكله للدوله مش بس للاساتذه، يعني مشكله. ايه. بالبلد كلها مش بس للاساتذه. انتوا كاهالي تحملتوا مسؤوليتها بصراحه؟ نحن تحملنا تبعاتها مش مسؤوليتها مع الأسف، لأنه لمن أقر القانون 46 ما حدا حكي مع الأهل ولا الأهل كانوا موجودين بالوقت اللي الأهل هن دفعوا عبئه، دفعوا عبء ال 45 اللي هو فرض ضرائب إضافية لحتى نحن نمول القطاع العام. نعم. وزادوا أقساطنا لأنه نحن عم ندفع قانون 46 ومعاشاتنا رجعت لورا والبلد نحن اقتصاديا نعرف كيف ماشي. القانون 46 هي الحبة السوريز على الجاتو، هي حبة الإخرانية نحطيت فرايز هلا وقت فرايز. المشكلة خلينا نحطها بإطار الصحيح. تفضل. إطار الصحيح هو إنه لبنان تركيبته التربوية غلط. اسمح لي كفي. بكل دول العالم التعليم الرسمي بيمثل بين 70-80% من القطاع. نعم. و10-20-30% ماكسيموم قطاع الخاص. نعم. بلبنان العكس، بلبنان القطاع الخاص بغطي 70% والقطاع الرسمي بغطي 30%. نعم. وهيدا شيء مش من مبارح، هيدا شيء من الاستقلال. إذا بدنا نحمل مسؤولية حدا بدنا نحمل مسؤولية كل اللي تعاقبوا على المسؤولية، ونحن بالذات قبل غيرنا، لأنه نحن انتخبنا وبياتنا انتخبوا النواب اللي وصلونا لهون.
ما عندنا مدرسة رسمية تقدر تحل المشكلة. بس نحن قدام المشكلة، نحن هلا عم نطرح حل للمشكلة اللي نحن فيها، بس بدنا نطلع شو سبب لقطع قطع. بدنا ناخذ اتصال ونتابع معكم. يلا بهذه الحلقة عم ناخذ تواصل معكم أصدقائي عبر الأرقام اللي بتشوفوها على الشاشة. ألو، طولنا الحلقة بس. ألو ألو مرحبا. ألو ألو نعم ألو مرحبا حجن أولا. بدك تعلي لي صوتك أرجوك تسمعك بشكل واضح وتقدروا الشباب يجاوبوك. تفضلي. ألو مرحبا، تحياتي إلك ولضيوفك. تفضلي. مسموع الصوت؟ مقبول، مع ديستورشن شوي. لا مش مسموع منيح. تفضلي، بدنا نسمعك بشكل واضح. تفضلي. رح غير هيدا. طيب أول شيء بس بدي أحكي معك بموضوع. إمام تفضلي. أوكي، بدي أحكي معك بموضوع. تحبي تعرفين على حالك ولا ما بتحبي تقولي اسمك؟ أنا بدي أقول لك أنا بمثل وجع الأهل كلهم إذا بدك، لانه من الله البركه الشباب الموجودين معنا. تفضل. ما بحس والله لاقول لك. اولا مسيوري مونيف غالي هو مدير مالي بمدرسه خاصه، يعني ما بيقدر يكون حكم ابدا بين الاهل وبين ادارات المدارس. هيدا اول شيء. لا لحظه، ما بيقدر. انا بدك تجاوبها وحده بوحده. تفضل. مدام القانون واضح بيمنع الاهل يكونوا عم يشتغلوا بالمدرسه اللي هن اهل فيها. انا حسين بشتغل. لحظه بترجيكي مدام، بس طرحتي سؤال اسمحي له يجاوبي. انا ضمن القانون انا بشتغل بمدرسه وحاطط ولادي بمدرسه تانية، بالمدرسه التانية انا اهل. اوكي. واللي بيساعدني انه اقدر دافع عن الاهل هو اكزاكتلي معلوماتي، لانه انا صار لي 20 سنه بشتغل بهذا الموضوع. يعني بقدر اسمح لحالي اقول انه انا من النادرين الاهالي اللي بيفهموا هالقد بالقانون. بدك تسمحي لي بخبرتي قول 20 سنه اقدر اقول انه عم دافع عن حالي وعن اولادي وعن الاهل الباقيين. انا ما في تعارض، لانه انا المدرسه اللي حاطط فيها اولادي هي مش المدرسه اللي انا عم بشتغل فيها. خلينا هذه النقطه من هي تفتح موازنته وهو موظف فيها. اوكي. يعني اتفقنا. لما بتقر المدرسه زودي، يعني انت مسؤول عن الزودي. نعم مدام، يعني ما بدنا نفوت احنا مدام جائرة او غير جائرة. ستنا اذا يعني بترجيكي، يعني ما بدي تبين المقابله كانه عم نحكي مع شخص ونحمله مسؤوليه. نحن عم نحكي مبدا عام عن قانون 515 والقانون 46. اذا عندك شيء بشموليه نقدر نحن نجاوبك عليه فيك تكفي. تفضلي. اكيد. اول شيء بس نقطه مدام، نقطه. انا موظف بمدرسه، انا مش صاحب رخصه مدرسه، يعني انا ما عندي مصلحه شخصيه، انا بالاخر شهر بقبض معاشي. هي يمكن قصدت انه انت لانك موظف مدرسه ما بتقدر تطالبها بشيء لصالح الاهل بفتح ما انا اهل بغير مطرح. ما انا اهل بغير مطرح. لا بس صرت رئيس اتحاد، ما فيك تطالب المدرسه اللي عم تشتغل فيها انها تفتح موازنتها. السؤال الثاني مدام، اذا عندك شيء سؤال تفضلي. تمام. انا بدي احكي بس عن لجان الاهل بشكل عام. اليوم لجان الاهل غير انها تمضي الميزانيه، ودائما احيانا بكثير اصلا لجان الاهل عم بتكون مرتهنه للاداره، بما انه اساسا كثير من الاساتذه والاداريين هن بينتخبوا وبينتخبوا حسب ما الاداره بدها. اليوم لجان الاهل عم تمضي على موازنه ما عم تعطي محاضر للاهل، هيدي مشكله كثير كبيره. نحن ما عم نطلع على المحاضر اللي عم تعملها. اي مدرسه اولادك مدام؟ إذا بقول لك بأي مدرسة، بكرة أولادي بيكونوا عم يتضايقوا وعم يتعرضوا لمضايقات، وهيدي صارت معي وأنا عم بحكيك عن تجربة. اليوم نحن ما عم نقدر نرفع الصوت. ليه؟ لأنه أولادنا عم بتكون بالدق. أنا لما بينمنع عن ابني بطاقة ترشيح، أنا لما بينمنع عن ابني إفادة، عفوا كنتوا عم تحكوا عن جورج زريق وعن استقالة عماد الأشقر. أنا بس بدي أقول لك شغلة يا حجة الأولى، أحيانا الاستقالة شرف، ببلاد تاني اقل من هيك حادثة تستقيل. بس ما بيقدر الواحد يستقيل بروباغندا اذا كان هو له علاقه بياخذ موقف بطولي ورجوله وشرف بيقول استقلت. بس ما اذا ما له علاقه في مسؤوليه مشتركه باركان الاداره، ما بيقدر الواحد يتحمل مسؤوليه ويكون كبش محرقه. لا مش شرف نستعمل الكلمه لمجرد استعملناها. الاهل صار لهم 3 سنين عم بيعلوا الصوت. انتوا عم بتشاركوا كنتوا بانتخابات لجان الاهل على طول؟ عم نشارك بس ليش ما وصلتوا اللي انتم بدكم اياه؟ عم نحاول نوصل، بس اليوم لما الاداره بتتدخل بالانتخابات وعم تيجي لجان شو الدليل اللي عندك دليل؟ ما عم تسمع صوت الاهل. شغلتها بس تتوقع على الميزانيه. وحتى خلينا نسمع بس دقيقه تنشوف استاذ الشار شو رح يقول بهذا الموضوع. تفضل. عدد الاساتذه والمعلمات بالمدرسه اكيد اقل بكثير من عدد الاهالي، يعني اذا الاهالي عندهم حس المسؤوليه وبينووا هن يشاركوا وصارت بمدارس، الاداره لا
لو تدخلت ما فيها توصل للجنة اللي بدها اياها الإدارة، ما فيها توصل. إذا الأهالي عندهم حس المسؤولية وصارت بمدرسة دخلت الإدارة، بس لكن الأهالي كان عندهم حس المسؤولية وإجوا كانوا أكثر بكثير من الإدارة دعمتهم وطلعت اللجنة كلها. الأرقام إذا بتسمح لي. طب اليوم إحنا مشكلة، بس نحن بدنا الأهالي يحسوا وينزلوا ينتخبوا. تتابع مع المدام وننهي الاتصال. تفضلي ستنا، تفضلي. اليوم في عندنا كمان مدارس مثلا بتكون هي جمعية وعندها كذا فرع، اليوم هيدي الموازنة بتيجي موازنة لثلاث أربع مدارس مع بعضها. لا لا بوقت مدام بترجيكي ما بدنا نحكي مثلا، إذا فيكي تحكيني وقائع بترجيكي مدرسة لكل خلينا نحكي لكل وقائع لو عندها 20 فرع. نعم يعني اليوم ضيوفنا مسؤولين ومعنيين أنه يجاوبوك، ولكن مش على مثلا، بدنا نحكي على الواقع. وأنا المدرسة لكل مدرسة بمدرستها لو عندها 20 فرع، ما دخل كل مدرسة بالتانية لو عندها 20 فرع، كل فرع واحد. أنا إذا مدرسة عم تبغى الشفافية تمام وعندها ميزانية، ليه ما بتفتح موازناتها يا ست؟ هي عم نطالب فيه نحن، لا عم نطالب بفتح الموازنات. وهي المشكله نحن اليوم مش هيك، نحن عم نقترح قانون تا نرتاح من هيدي المشكله اللي ما لها حل. ان شاء الله الله ياخذ بايدك. يا في عقد، بس بدنا حل واحد. تفضلي ستنا، تفضلي. بدك تاخذني معنا؟ بدنا الوزير يسمعنا حتى ما يصير في عندنا ألف جورج زريق. 100% 100% صح. يعني كلنا سوا بنصلي له الله يرحمه وتكون نفسه بالسماء، وان شاء الله عائلته تقدر يعني من خلال هذا المصاب الأليم كمان يقدروا يتحملوا ظلم المجتمع، لأنه المجتمع ظلمه لجورج زريق بمجالات كثيرة. أنا بدي أشكرك. الوجع كبير، عن جد الوجع كبير، وأنا كثير بهنيك إنك عم تفتح الموضوع وبترجاك دائما توصل الصوت. شكرا ستنا، أنا بدي أشكرك وبنقول لك دائما نحن حدك، إذا عندك أي انزعاج أو أي مشكلة مع أي من المدارس نحن تحت الهواء بنقدر نساعدك. وأنا ميرسي كثير لإلك ولضيوفك. شكرا ستنا، تفضل. ضروري تتوضح فضل. ضروري تتوضح كم نقطة أثيرة. أول نقطة، القانون 515 هو عقد جماعي اجتماعي بين الأهل والمدرسة والدولة، نعم، والمعلمين بالآخر. هيدا العقد بنظم علاقة المدارس باللجان الأهل والأهل، نعم. ما بيقول هيدا العقد أو هالقانون 515 ولا بمطرح أنه يجب للمدرسة تفرجي ميزانيتها للأهل. القانون واضح جدا جدا جدا. شو بيقول؟ اللجنة المالية هي المخولة للإطلاع على رأى لأنه اختلفنا. لا لا لا، ما فيش في نص هذا، ما فيش خلاف هذا في نص معك. اللجنة لا اللجنة المالية صح، أوكي. اللجنة المالية هي المخولة للإطلاع على أرقام المدرسة وحساباتها، وهي إلى الحق تناقش مع المدرسة. هون عم بيفرجونا الحسابات، هون المشكلة مع المدرسة. ريشارد خليك عم بفرجوك الحسابات، ما بفرجوك الحسابات يا خي. بيعطوك ورقة كل المدارس ما عم بفرجوه، ولا في مدرسة بتقول أي مدرسة بتقول بيعطوك الموازنة ورقة، نعم، أوكي، مأيدين لك عليها أرقام. إذا القط حي الله ابن سيزيام أعطيك الكالكولاتريس بيحسب لك إياهم، إنه 65 35 هيدا صارت كل يوم تطلع بكمبيوتر وتطلع بدقيقتين. ما في فرجيني هالفوتير الأرقام اللي جبتهم منين إجوا تنشوف إذا في عنا شي نظرة فيهم. لا بتقدر الأرقام بالقانون. لك حق بالقانون، لك حق الى حق اللجنه الماليه. يا صاحبي يا صاحبي خلينا نكون دقيقين. تفضل. خلينا ما بنقدر نعطي، مع نحن ناس مسؤولين، ايه؟ عندنا خبراتنا وعندنا هذا، وحضرتك كمان، ايه؟ ما فينا نسمح لحالنا نحكي للجمهور مثل ما غيرنا بيسمع. خلينا نكفي الجمله. النص واضح، اللجنه الماليه هي التي مخوله صح الاطلاع على الارقام والحسابات، وهي لها الحق تناقش مع المدرسه. جاوبني اخي، عم بقرا لك قانون هلا بجاوبك. اوكي، هي لها حق تناقش الارقام مع المدرسه والاطلاع عليها. بتنقل اللجنه الماليه التقرير للجنه العامه، للجنه الاهل، مش للاهل، مش للاهل. اوكي، لجنه الاهل تقرير لجنه الماليه على اساسه يا بتصوت معه او بتصوت ضده. اذا ما اخذت اي خطوه لجنه الاهل ب 15 يوم، الى حق اللجنه الماليه تتصرف مثل ما هي بدها. هذا القانون هيك وهذا الواضح. هلا تيجي بتقلي في مدارس عم تعطي وفي مدارس مش عم تعطي، انا بلشت لك جوابي قبل ما بلشنا بالحديث، قلت لك في 3400 موديل علاقه، في مدارس بتفرجي، في مدارس ما بتفرجي، في مدارس شفافة، في مدارس مش شفافة. القانون مش عم بتقول انه بيسمح الاطلاع للجنة المالية؟ حال عم بيخلوا اللجان المالية تطلع. انا عم بطلع. انت انك موظف المدرسة بتطلع عليها، وما انك موظف المدرسة ما بتطلع عليها. لا، لانه انا خبير مالي، انا بطلع على المدرسة اللي ولادي فيها، اذا ما فرجيني
بقول له لا انا فرجيك قطع الحساب عنده اكيد ايه انا قطع الحساب عنده اكيد اكيد انتوا ولا مدرسه عم بتفرجيك ولا مدرسه بتفرجيك ولا مدرسه ولا مدرسه بتفرجيك تعال انتوا يوم كلهم ما بفرجوك قطع الحساب بيعطوك ارقام وبدك توافق عليهم هون المشكله انه انت بدك تمضي موافقه على موازنه انت ما بتعرف الارقام هذا الرقم اللي عطيني اياه منين اجى طب اذا ما وقعتوا الموافقه على الموازنه شو بيصير هذا اللي عم بيصير هذا اللي السنه اللي ماضي صار وفي كثير مدارس ما وقعت موازنات احيلت على وزاره التربيه اللي احلتها بدوره للمجلس التحكيميه اللي في قسم منها ما مشكل في بس بجبل لبنان المجلس التحكيمي مشكل طيب. وهون مشكله كانت اخر شيء انه الوزير مروان حميدي تراجع عن هالاحالات هيدي باخر فتره نعم هاي المشكله اللي صارت طب ناخذ بريك ومنتابع بريك قصير ومنتابع الدقائق الاخيره من مشاكل وحلول لليوم معقول يا عمي طيب معلي معلي في أكثر الجمهور 264 ألف متر مربع و16 بناية شو عم تحكي على الهواء أنا شو صرنا على الهواء لك كيف رايقوا على الهواء خلينا بلا هواء خلينا بلا هواء خلينا بلا هواء كان جورج لحتى نشوف شو لا ما هي خليني اقول لك شو النقطه يلا رجع النقطه خلينا نكون علميين يا جماعه رجعوا حقيقيين كمان حقيقي المشكله انه الخلاف انا وريشار بنقطه واضحه هو بيقول كل المدارس مش عم بتفرجي انا بقول له في مدارس عم بتفرجي بس ما شفت في خلاف ما شفنا ما سمعنا بلبنان المدرسه بتفرجي ما في خلاف كبير بيناتكم ما فيش خلاف لا لا ابدا نحن ما لا بس هي الفكره ما في لجنه ما في مدرسه بتفرجي لجنه الاهل او لجنه الماليه على حساب لا يجوز التعميم 17 من القانون 4564 اذا مش غلط الى حق لجنه الاهل كمان تطلع اذا في شيء عندها سؤال عليه الى حق تطلع وتسائل اللجنه الماليه على شيء محدد مع اللجنه الماليه بس انا بدي انا بقول لك هل اللجنه الماليه تطلع على الحساب ما بيخلوه لا يجوز التعميم حتى استاذ نقول لك على شغله انت اللجنه الماليه بس تروح تطلع بتقعد وبيقعدوا الموظفين اثنين يعني في اسئله ما بيجيبوك عليها في اسئله يمكن يجيبوك ترجع لكل مدرسه مدرسه بركي باتحاد بركي باتحاد عم بيكون عنده تسهيلات انا عندي تسهيلات انت ما عندك اياها ليه؟ ليه بدك ليش بدك تشمل مدرستك بمدرستي انا ما عم بدرس مدرستي بمدرستك معناتها هيك انا عم بقول لك انا عم بقول لك لبل اذا بدك عذر اقبح من ذنب اذا انت عم تطلع على الموازنات وعم بتشوف الارقام وعم توافق على هاي اللقصات عذر اقبح من ذنب عندك مشكله اكبر اذا انا بيجي بقول لك اذا انا بيجي بقول لك انه ميزانيه المعاشات بالمدرسه 81.2% شو بتجاوبني وانا عم بحكيك خبير 20 سنه بهذا الموضوع انا بس تحط الارقام ببين هي المشكله كمان البنجيم شوف لي البنجيم شو بدي بس تطلع 18% البنجيم بس تحط بدل 35 ريشار كل مدرسه عندها شخصيتها يا ريمو بينعدوا المدارس يلي منهم 65 65 بقي كله 65 شو بعرفك استاذ ريشار تقريبا قد ايه نسبتهم المدارس 65 35 يعني على 1700 مدرسه يمكن عندك 1600 65 35 و100 مدرسه غير مغيرين كل المدارس ماشي على 65 والسنه اذا في شويه مدارس اللي نعم. السنه اذا في شويه مدارس غيرت عن 65 لانه في لجان اهل طلعت الصرخه طبعا طب شو وضع المدارس المجانيه لكن الدوله ما عم تدفع لها هون هي مشكلتها مع الدوله ما عم تدفع لها مصاري يعني. الا مصاري يعني مع الدوله رجعنا على الدوله على اي احصاءات عم تحكي انه عندك على المدارس اللي عندنا على المدارس اللي عندك انت عندك 30 مدرسه او هن فيك تحكي عليهم ما فيك تحكي على البلد كله كل واحد عنده علاقات مع مدارس لا بالمت نفس الخبريه مش بيروت نفس الخبريه انت مناجم مع اساسا بس اذا بتشرح لي شو يعني هيئات لجان الاهل بالمدارس انا بكون ممنونك خليني اشرح لي اياها ما حدا فاهم عليك بلبنان المعاشات بالقانون لازم تكون 65% نعم. تدقيق المعاشات اسهل ما يكون من قبل الاهل لجنه الاهل لجنه الماليه لجنه الاهل تسمحوا له بيسمحوا نحن ما قلنا المشكله بتدقيق المعاشات نحن ما قلنا المشكله بتدقيق المعاشات طول بالك بلا لا عم تقول لي شيء ما قلته بك اخي انا عم بجيبه روح بتجاوبني على شيء ما قلته بك اخي اسمع نحن على الهواء اسمع نحن على الهواء بعدنا على الهواء 65% او 70% او 82% اسهل شيء تدقيق فيهم لانه رح يجي هالميزانيه تقول لك انا عندي كذا 100 مليون معاشات تيجي تطلب الاطلاع على جداول صندوق التعويضات وجداول صندوق الضمان الاجتماعي طيب شو جوابك انه في مدارس بتعطيك هالجداول غير ممضيه من الاساتذه اذا هيدا الرقم انا عم جاوبني قانونيه لا مش قانونيه بيعطوك جدول هيدا انا عم قبض هالاساتذه هاو هالمعاشات غير ممضيين اذا هيدا الرقم اذا هيدا الرقم مطابق لهيدا لمن انت صرت مغطى 60 70% من الميزانيه صارت هيدي كلها فرطه ما انت عم تحكي ب 65 انت عم تحكي بامور ماليه ما فيك تاخذها بالعواطف العواطف عم ناخذ على جنب وين شفت وين حكيتك عواطف انا عم بقول لك في انا وين حكيت صندوق التعويضات انا في صندوق الضمان الاجتماعي شو هيئات لجان الاهل هاي عم بقول لك المدارس ما فيها تكذب فيهم
بتفرجيهم بيطلعوا عليهم. انا ما قلت لك ان شاء الله خير يعني للحديث تتم خلص الوقت والدقائق الزياده اخذناهم اخذناهم كمان. لا انا بدي اشكركم طبعا بدي احيي هذه الروح يلي من خلال حبينا انه نوضع النقاط على الحروف مع كل التقدير لكل الاهالي اللي ما قدروا تواصلوا معنا لانه مثل ما عم تشوفوا كانت المقابله من كل الجوانب مفتوح المجال لكم انكم تقدروا تشاركوا فيها. اخذنا خلاصه معينه من الموضوعات الشكاوى المعاناه المشاكل على امل بحلقات تاليه نقدر نجاوب على كل اسئلتكم. بدك حلقات بدنا هذا الموضوع ايه بدك حلقات لما انا بدي اشكرك طلع بهي بس بدي اشكرك هلا يا ريت فينا فرجيه على ما مره حلقتين نعم هيدي دراسه بتبرهين شو نعم. كان معاش الاستاذ وشو كان الموظف العادي وشو صار معاش الاستاذ وصار الموظف بدنا الناس يشوفوا نحن يعني حتى مع الست درجات طبعا الاستاذ نحن راس طريق الدفع الست درجات هاي اللي عندنا انا مشكلة. بدي اشكرك ريشار برعيب رئيس اتحاد لجان الاهل بالمدارس الكاثوليكية بكسروان الفتوح وجبيل وكمان ريموف غالي رئيس اتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصه بدي اشكركم اشكر متابعتكم الى اللقاء شكرا لك.